اكتر من رايح هنشوف هو اللي موجود ولا الشيخ اللي كان قدام ال 18. حسام حسن بيضحك يعني. خروج ابو كونيه ونزول هاني سعيد، هل حضرتك تحافظ على المكسب يعني ليه؟ ايه سبب التغيير ده؟ ما نساش احمد جعفر ليه تحافظ على النتيجه اكتر واكتر؟ انا حر. ده غلط والمفروض بقى بص ما ينفعش. بص ده بقى بالنسبه لي ما ينفعش. ما ينفعش حسام حسن النجم الكبير بقيمته الكبيره بتاريخه. بص حسن مصطفى، بص حسن مصطفى، بص حسن مصطفى. لا مش حسن اللي ضرب، لا 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 حسن والله ضرب برضه وكسر الكاميرا. واضح ان انت كنت نازل مذاكر الاهلي، عارف نقاط القوه ونقاط الضعف في المباراه او في النادي الاهلي بصفه عامه. واضح ان انت حفظت لعيبتك، اداء لعيبه النادي الاهلي في مباراه النهارده. ما انا بشتغل ايه؟ خش على الصوره الثانيه، خش على الصوره بتاعت كابتن حسام. صغيرين كابتن، ده انت كابتن؟ ها؟ اه. بس الله اكبر من زي الامر. وانا دلوقتي قردي يعني؟ لا لا انا ما قلتش. وانا دلوقتي قردي يعني؟ وانا دلوقتي قردي يعني؟